بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون الصلوات ومما رزقناهم يوقنون، والذين يؤمنون بأنزل إليك وما أنزلناها من قبل والآخرة وهم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء سواء عليهم أنذرتهم أم لم أنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى عذاب عظيم. ختم الله على قلوبه وعلى سمع وعلى أبصر وعلى عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بيؤمنون. يقول الله والذين آمنوا وما يرون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فرادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
وإذا يقينونهم آمنوا كما آمنوا الناس قالوا آمنا كما من أمن السحف آلانهم السحف ولكن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُّوا إِلَى شَيَاطِينَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا رَاؤُونَ اللَّهُ يَسْمِنُ وَمَنْ هُمْ فِي طَيَبِ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَمَّ الصَّلَاةُ بِهَا فَمَا تشري وما كانوا متدين مثلهم كمثل الذين أسرقوا نارا فلم أضمت وما حول الذهب الله بنورهم وترى ذهب في ظلام يبصرون ثم بكم عمان فهد لا يرون أو قصب السماء في ظلمة وعد ورفع ويجعلون أصحهم في أداب من صواق حذر الموت والله بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلم إذا لهم في وإذا أضرم عليهم قاموا ولا شاء الله لدى اسمعين وأبصرم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذين جعل لكم أرض فرش والسماء وأنزلنا من السماء ما فرهم من التمرات لكم فلا تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون وإنكم تنفر بهم مما تنزل على عذاب فن بصورة من ملت ويدعو شهادكم من دون الله إن كنتم صديق فأن لم تفعلون ولن تفعلون
فان والنار والذين وهم الناس والحجار وعندن الكافرين ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كالمرزق ومنها من طر ورزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قلب وأنه بهم ولها فيها أرز وطهر وهم فيها خالدين إن الله لا يستهين أن يضرب مثلا ما بعض فما فأما الذين آمنوا كفروا فماذا أرى الله بهذا مثلا بصر بهم كثيرا ويعن به كثيرا وما يصلح به إلا القادرين الذين يغضب عدها الله من بعد مهلكين ويطمئنون من أمر الله بها أن يؤمنون وخلون في الأرض أولئك هم خسرون صدق الله العظيم.